عليكم ورحمة الله وبركاته. القطعة دي بالظبط 70 فدان. دي بقى الأرض البكر اللي عايز يبدأ يشتغل هو وإيه ويأسس. بس هيستلمها بميتها يعني هيستلمها فيها مية. بس هو بقى يدي يعمل شوية شغل فيها ويصلح وإيه ويزرع على طول. تربة بسم الله ما شاء الله عليه. و16 كيلو من الدولي بس من طريق الدولي 16 كيلو بالظبط تبقى في قلب الأرض. حواليك زراعة بسم الله ما شاء الله عليه. والارض على قناه 44 ورق 10 10 وايه تاني يا ربي اللي هو الفاضي اللي عايز ياسس. بس والماء شغاله يلا وربنا يوفق الجميع يا رب.